كسب تعاطف ولا طبعاً كسب المزيد من المشاهدات، لان الحاله اللي كانت طالعه بيها زينه بالحقيقه كانت حاله يرثى لها. طيب انا انا هقول لك حاجه، هي دلوقتي هل انا هخصب عليها مثلا؟ لو انا بقى الفكره بتاعتي بتاع نطلع نعمل فيديو، هل انا هخصب عليها ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي والدها متوفيه اخصب عليها لا احنا نطلع نعمل فيديو؟ مفيش الكلام ده، هي الفكره ان هي اللي كانت حابه توضح بس شويه حاجات. انا هرجع لك تاني، بس هرجع لك يعني هرجع لزينب دلوقتي وهرجع لك تاني. زينب الناس بتقول، بص انا بقول لك بقى اللي الناس بتقوله فعلا. تمام. احمد بيخصب زينب على الفيديوهات اللي بيعملوها، انتوا بتدخلوا الناس في حياتكم الشخصيه وبتدخلوهم في بيتكم وجوه اوضتكم وحياتكم علشان تكسبوا ارباح من خلال المشاهدات، حتى لو كان ده هيكون نتيجته يعني نقدر نقول انتقاد او شتائم او غيره على اليوتيوب. احنا هنتكلم عن مساله الطفله طبعا بعد قليل، دي قصه لوحدها. تمام. هو اولا ما بيخصبنيش على حاجه خالص، احنا يعني كدلوقتي فيديوهات احنا بنقدمها ان احنا عيله، وان احنا اصلا بنعتبر الجمهور اللي بيتابعنا عيله. انا اقول لحضرتك، هم عيلتنا اصلا. يعني انا اقول لحضرتك حاجه بس قبل ما هي تكمل، يعني اصلا قبل ما بنتنا تتولد والكلام ده كله، احنا كنا بنعمل فيديوهات انا وزينب، وكنا عندنا فيو مثلا 40 و50 مليون على فيديو واحد. يعني ما كناش محتاجين ان بنتنا تطلع معانا عشان لا ده انا هجيلك، انا الموضوع تمام هنيجي للموضوع. هنقف عند بعض. زائد اني هخصب عليها ليه؟ يعني انا عايز اقول لك ان انا اوقات كتير بقول لها يا زينب انا مش عايزك تطلعي في الفيديوهات تاني، لا ده شغلنا وانت متجوزني وانا كنت بشتغل ولا ما كنتش بشتغل. اللي هو بقى اللي هو الحته اللي النسائيه ديت، انا ما كنت بشتغل اصلا. بتصنيف الارباح ولا بياخد الارباح كلها لوحده؟ وثانيا احنا الحمد لله انا كنت ميسور الحال من قبل موضوع الفيديوهات. يعني انا حتى انا لو الناس فاكره انا قبل ما ابدا فيديوهات احنا كنا اول فيديو نعمله كان في عربيه، يعني كان عربيتي. فانا الحمد لله ميسور الحال، مش بنعمل دوت عشان موضوع فلوس ولا الكلام ده كله. الهدف الاساسي ان احنا نظهر شكل الاسره، يعني احنا بنحب نوثق حياتنا للناس. تمام. ومش احنا بس، احنا في ملايين اليوتيوبر حول العالم في الوطن العربي وفي مصر. بس انتوا كنتوا حاله خاصه، وانا هتكلم معاك في ده يا احمد، بس هخلي زينب تكمل عشان